أخوتي سلام المسيح. نحن رح نحتفل بعد شوي بصلاة الغفران، وهي صلاة آخر صلاة بنقوم فيها قبل ما نحتفل مع بعضنا بقيامة الرب يسوع المسيح. وضعتها الكنيسة حتى تحضرنا نكون أنقياء القلوب للمشاركة بعيد الفصح المجيد. وتتذكروا شو أن تعليمات قديسة البابا بهالفترة اللي ما قدرتوا تجوا فيها على الكنيسة ولا قدرتوا تعترفوا اعتراف كامل لدى الكاهن. خلال الصلاة بطلب منكم أنه نحط كل خطايانا، كل ضعفنا، كل تقصيرنا بين إيدين الرب حتى نكون نظيفي القلب للمشاركة بعيد القيامة. طبعا خلال الرتبة رح بيكون في فعل توبة وفحص ضمير. هيئوا حالكم، احنا بلشنا الاحتفال، نحن وياكم تعالوا نوضع كل ماضينا، كل الاسود اللي فينا، كل ضعفنا وخطايانا، والرب بموته وقيامته هو شفانا وتغلب على كل اشكال الظلمة والخطية بحياتنا. أخوتي ببداية هالصلاة خلينا نعرف أنه صلاة الغفران اليوم هي متصلة بالثلاثية الفصحية، لأن احنا لما منبلش بكل الطقوس، لما منبلش بيوم الخميس، خميس الأسرار مساء بالقداس، وتختتم الثلاثية الفصحية بالقيامة، بتصير كل الصلوات اللي بتنعمل بهالفترة بتكون كلها بقلب هالمسيرة نحو القيامة. لذلك هالرتبة اليوم بتختلف شوي عن باقي رتبنا التقصية، انه عادة كل الرتب الليتورجية تبدأ برسم إشارة الصليب للبداية. اليوم برتبة الغفران ما منبلش بإشارة الصليب للبداية، لأنه نحنا اصلا بلشنا ومكملين على درب القيامه. السلام للبيعه ولبنيها. ميناء الراحة حيث يستريح المتعبون في هذا العالم، أنت أهلنا أن نقبل في مقر الأمان ومسكن الراحة مع جميع الذين أرضوا مشيئتك الإلهية، فنرفع إليك المجد والحمد إلى الأبد. آمين. بارك يا سيد، ارحمنا اللهم واضطنا أيها المسيح الإله، أضرم قلوبنا بالحب فنحبك ونتحاب، واملأنا إيمانا ووطدنا على رجاء حقيقي فلا نتزعزع، واجعلنا مثابرين على الأعمال الصالحة لكي نحيا ونتبرر بك ونرضي مشيئتك جميع أيام حياتنا، ونرفع إليك المجد والحمد إلى الأبد. آمين. آمين. Thank you.
منصلي المزمور 50 ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. وهالمزمور بأثناء صلاة الغفران منصلي نحن وراكعين وين ما كنتوا تكونوا قدام مذابحكم ببيوتكم، يا ريت كليتنا سوا نتوحد بالسجود هلأ عند تلاوة هالمزمور ونطلب من الرب الغفران. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك امحم آثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، لأني أنا عارف بآثامي وخطاياي أمامي في كل حين. إليك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت، لكيما تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وبهجة فتجزل عظام الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من امام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي اعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله، اللهم إله خلاصي، يبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ليخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لقد كنت الآن أعطي. ولكنك ما تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق. القلب المتخشع المتواضع لا يرذله الله. أصلح يا ربي من مسرتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك القرابين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. أخوتي يا ريت ناخد لحظات صمت، صمت تام. بهاللحظات الصمت التام كل واحد منا يراجع ضميره بهالوقت، يراجع فكره، يسترجع خطاياه بفكره، خطاياه اللي بده يتوب عنها هلا، لانه رتبتنا هي رتبه غفران وتوبه. الغفران يتطلب توبه وندامي كامله. خلي ندامتنا تكون كامله، نبحث جواتنا باعماق ذاتنا حتى كل واحد منا بتواضع هو وراكع، مثل العشار يلي كان عم بيقرع صدره ويقول له ارحمني يا رب انا الخاطئ. التوبة هي تواضع وتتطلب تواضع كبير حتى اقبل اني انحني شو ما كان يكون وضعي وقول له للرب انا ضعيف، يعني انا معرض للخطيئة، يعني أنا خاطئ، يعني أنا أسقط كل يوم سقطاتي كتار. نتذكر وين سقطنا حتى نعترف هلأ بهالسقطات قدام الرب حتى ننال الغفران.
لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى باب المراحم المفتوح للخطأة الذين يقرعونه، إلى الزوفى مطهر الذين يدنون منه، الصالح الذي له المجد والإكرام على هذا الغفران وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. المجد لك أيها القدوس، يا من انحدرت من المساكن العلوية إلى الأعماق السفلى، وأخذت صورة العبد لتسامح عبيدك، وسلكت على أمواج البحر لتقدس آدم صورة عظمتك. يا رب، يا من سامحت الخطأ وقدست التائبين، فلتأت نعمتك السنية القديرة وتسامحني وتسامح عبيدك هؤلاء يسألونك محو الذنوب وغفران الخطايا. فكما سمحت أهل كورنيليوس على يد سمعان الرسول، هكذا فليكن لنا غفران خطايانا ولكل أبناء رعيتك المفتدات بدمك الثمين، فنرفع إليك المجد وإلى أبيك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. نرسم كلنا، ارسموا معي إشارة الصليب تعبيرا عن قبولنا لهالنعمة الكبيرة يلي عم يمنحنا إياها الرب هلأ، نعمة غفران ذنوبنا وخطايانا، ونكون على ثقة أنه وعد الرب صادق. لما نحن نؤمن بوعد الرب، إذا نحن نؤمن أنه الرب قادر يطهرنا أينما كنا، بحسب ما بيقلنا قديسة البابا فرانسيس، بأول فرصة بيصر لنا أن نعترف قدام الكاهن، نعترف قدام الكاهن. وإن لم تتسنى الفرصة لنا بالوقت الحاضر أن نعترف قدام الكاهن، خطايانا غفرت ونحن ننال النعمة ونعمة الغفران من الله بالكامل، لأنه الله ما عنده عطاءين، عطاء كامل وعطاء ناقص. هلأ بهاللحظات ربنا عم يمنحنا الغفران الكامل. Yeah.
الحبر السماوي الذي مات تكفيرا لخطايانا، أيها الذبيح الغفور الذي قرب نفسه ذبيحة رضا لأبيه، أيها الزوف الطهور الذي غسل بتحننه جراح نفوسنا، أنت أيها المسيح غنى الآب والدك، بك تستجاب طلباتنا الصالحة ومنك ننالها، وبك تغفر ذنوبنا وتصان نفوسنا، فنؤهل لمراحمك يوم ظهورك المجيد، ونرفع إليك المجد والحمد إلى الأبد. آمين. آمين. ستأتي أيام أعاهد فيها بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا، لك العهد الذي عاهدته آباؤهم يوم أخذت بأيديهم وأخرجتهم من أرض مصر، لأنهم نقضوه مع أني عملتهم بالحسنى. أما العهد الجديد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام فهو هذا: أجعل شريعتي في ضمائرهم، أكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. فلا يعلم بعد واحدهم الآخر والأخ أخاه أن يعرف الرب، فجميعهم من صغيرهم إلى كبيرهم سيعرفونني، لأنني سأغفر ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوتي، نحن إذن من الآن لا نعرف أحداً بحسب الجسد، بل إن كنا قد عرفنا المسيح بحسب الجسد فالآن لا نعرفه كذلك. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، قد مضى القديم وها إن كل شيء قد تجدد. والكل من الله الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح وأعطانا خدمة المصالحة، لأن الله هو الذي كان في المسيح مصالحا العالم مع نفسه، غير حاسب عليهم زلاتهم، وأودعنا كلمة المصالحة. فنحن سفراء المسيح،
كأن الله يعظ على ألسنتنا. فأسألكم من قبل المسيح تصالحوا مع الله. إن الذي لم يعرف الخطيئة جعله خطيئة من أجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. والتسبيح لله دائما وبارك يا سيد. فلنصغل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا يسوع لتلاميذه وللجموع: إذا خطئ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع لك فخذ معك واحدا أو اثنين لكي تقوم على فم شاهدين أو ثلاثة كل كلمة. فإن أبى أن يسمع لهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كوثني وعشار. الحق أقول لكم إن كل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. أقول لكم أيضا، إذا اتفق اثنان منكم على الأرض في كل شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون هناك بينهم. حينئذ دنا إليه بطرس وقال له: يا رب، إلى كم مرة يخطأ إلي أخي فأغفر له؟ أإلى سبع مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى 70 مرة. 7 مرات حقا والأمان لجميعكم. كلمة مصباح لخطايا ونور لسبيل. كلمة مصباح لخطايا ونور لسبيل. أختي، بحب بهالصلاة الغفران. أول شيء إن شاء الله تكونوا عم تعيشوها معنا مثل ما نحن عايشينها هون.
خلينا نسلط الأضواء شوي على الكلمة اللي سمعناها، خاصة على الإنجيل. في شيء ما بيمرق علينا مرور الكرام، وما لازم يمرق علينا مرور الكرام، وكأنه يسوع اليوم عم بيخاطب كل واحد منا أينما كان، عم بيقلنا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون هناك فيما بينهم. نحن اليوم مجتمعين، الكهنة عم نصلي على نيتنا ونيتكم جميعا، انتو مجتمعين ببيوتكم، كونوا على ثقة انه اينما كنا الرب معنا. الرب هو يلي يتوسط كل حلقة من حلقاتنا، كيف حال اذا كانت حلقة صلاة. كليتنا سوا ساجدين وعم نصلي، نحن منحني راسنا ويد الرب تبارك، الرب عم بيباركنا بحضوره. والشغلة الثانية اللي بدي قلكن عنا وكتير مهمة بأيامنا، بيقول إذا اتفق اثنين منكن، إذا اتفق اثنين منكن بيقلنا كل شيء بيطلبوا إنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. إذا اثنين منكم اتفقوا فكيف إذا كنا كتار متفقين على الهدف؟ قد ما نلاقي ناس مع بعضهم متفقين، قد ما نلاقيهم قادرين إنهم يفتحوا أبواب السماء لهالعالم حتى يتبارك فيهم العالم. أخوتي، حاول بحياتك وبحاول بحياتي وكل واحد منا بحاول بحياته، وخاصة بهالفترة، هالفترة اللي شايفينها كليتنا سوا سودة وبشعة، بس هالفترة هي منيرة، بوية كتير، إيجابية كتير إذا عرفنا أن نستفيد منها. قعدتنا ببيوتنا عم بتعلمنا أنه أهل البيت يتفاهموا مع بعضهم، عم بتعلمنا انه اهل البيت يتفقوا بالنهاية قبل ما يناموا على رأي واحد حتى لو كانوا عندهم عدة وجهات نظر. ما بتلاقوا انسانين بهالدنيا وجهة نظره نفس وجهة نظر الاخر، لكن بالنهاية بيتفقوا على رأي واحد، بيتفقوا على رأي واحد حتى يكون هالرأي هو انتاج الرأيين او وجهتين النظر. بعيالنا وببيوتنا، بين الزوج والزوجة، وبين الزوج والزوجة والأولاد، كل واحد منا عنده وجهة نظره، لكن حلو أن نوصل لرأي واحد بالنهاية. وهي الفترة كأنها رياضة روحية، عن جد رياضة روحية عم بتعيشها عيالنا، حتى توصل أن تدوب وجهات النظر برأي واحد يتفق عليه الجميع. والرأي الواحد اللي يتفق عليه الجميع هو الرأي اللي بيباركه الرب ولا يرفضه الرب، لأنه بعده عم بيقلنا الرب يسوع، بعده عم بيقلنا إذا اتفقوا كل شيء بيتفقوا عليه يكون لهم من أبي الذي في السماوات. الله يبارككم ويبارك عيالكم أينما كنتم، وإن شاء الله بتكون أيام مباركة للجميع. وفينا نبلش نقول المسيح قام انطلاقا من عائلاتنا يلي عم بتقوم للمجد مع الرب يسوع. Thank you.
له ونسبحه الآب والابن والروح القدس امين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. أيها المسيح إلهنا اقبل توبتنا إليك وبعضنا إلى بعض في هذا الوقت ولتأتي نعمتك وقوة روحك القدوس فتطهر وتقدس وتخلص ولتكن حياتك مثالا لحياتنا فنحيا متشبهين بك في حياتك وموتك وقيامتك ونبلغ ذلك اليوم يجمعنا بك وبعضنا ببعض لنمجدك ونمدحك إلى الأبد. آمين. المسيح قام. حقا قام. كيف لي